أخبار اليوم. احنا عندنا قضاء مستقل لحضرتك، هو ما يقولش القضاء اللي يقول، قضاء مصر اللي يقول. هو السيسي بيتدخل في القضاء، القضاء مستقل، هو بيقول كلمته. اللي بيقول القضاء نضرب تعظيم سلام، غير كده لا اردوغان ولا اي ولا اوباما ولا اي رئيس يقدر يتدخل في القضاء. هو ده خليه في دولته، ملوش دعوه بدولتنا. هو ده يتحكم في دولته، يشوف القضاء هو في دولته، ملوش دعوه بدولتنا. وبعدين دولته مالينا فوضى، مش انا جاي اتكلم علينا. الاخوان صح او غلط هو ملوش دعوه، يتكلم عليه في دحف داخل حدود دولته، هو ملوش دعوه بينا احنا. هو ليه في مصر؟ طيب عشان يحكم كده او كده؟ مفيش حاجه في مصر، هي كده كده الاحكام طبعا ايه يعني المفروض يعني انها يعني تحترم. من فتره كبيره اردوغان بيتدخل في السياسه المصريه سيان للإخوان أو في اقتصاديا، يعني على سبيل المثال عند حفر قناة السويس الجديدة تدخل وقال إن احنا سوف نوقف هذا المشروع بالاتفاق مع إسرائيل وغيره. طيب ده حاجة يعني، إذن التدخل في شؤون مصر خدت بالك خط أحمر. أرد عليك كمواطن أقول له شأنك أنت في البلد، إيه شأنك في دخولنا احنا هنا؟ ده حكم قضائي ينفذ بإعدام أو غير إعدام، ده حدا يعني معروف نهائيا، يعني على إعدام لا غير إعدام. هو بيقول للإعدام يتوقف لإما الفوضى. لا أقول له بقى أقول له كلمتين على ما تضحكنيش، أقول له انسى. مش هيحصل فوضى في مصر، انتهى عصر الفوضى في مصر خلاص، انتهى نهائيا. لا أردوغان ولا أوباما، وما بقى في طريقه للإزاحة عن حكم أمريكا خلاص. وأردوغان نفس الحكاية، ينتبه لبلده وبعد كده يبقى يتدخل في شؤون الخارجية لأي دولة تانية. وإحنا في مصر انتهى عصر التدخل فينا. أنت مالك؟ هقول له أنت مالك، وإن شاء الله ما فيش أي فوضى ولا أي حاجة هتحصل، بالعكس بإذن الله كل يوم الأمور هتستقر فيها عن اليوم اللي قبل. الفوضى عندهم هم في تركيا، مش عندنا احنا في مصر هنا. يعني اقول له اتق الله، يعني اتق الله في مصر وفي شعب مصر، احنا مسلمين زيكم واخوان يعني، وما فيش داعي يعني للصيغه دي مش صيغه ناس بتوع سياسه. عيب عليك تتدخل في قضاء مصر، قضاء قوي، قضاء معروف كويس جدا على مش مستوى مصر، على مستوى العالم العربي كله. عشان تتدخل بالشكل ده انت بتقل من نفسك، واحنا كشعب مصر وشعب عربي احنا بنقول لك انت الكلام بيخرج من الودن دي ويخرج من الودن التانية لا يخصنا بشيء.